برنامج المرشحين للرئاسة. يقوم برنامجي على فكرة أساسية، وهي أن النظام السابق كان يعمل ضد المساحة النسبية. كان معاهدة كامب ديفيد اللي هي وقعت في سبتمبر 78 دي ماتت. مصر الطريق إلى الرئاسة، سلسلة لقاءات مع مرشحي الرئاسة المصرية العاملة. الخبر الأخير من الجزائر، إذ يواصل الجزائريون الإدلاء بأصواتهم حيث فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في أول انتخابات تشريعية تجري في الجزائر منذ الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام، سعيا لتفادي ثورة شعبية ضد نظامه. وتستمر العملية الانتخابية إلى الساعة 7 من مساء اليوم بتوقيت الجزائر، مع إمكانية تمديد فترة التصويت بطلب من المحافظين. يذكر أن العملية الانتخابية انطلقت قبل 5 أيام بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج. نهاية الموجز، إلى اللقاء. تحدث الأحداث السياسية في مصر، أثار قرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية ضوضاء سياسية، واعتبرت أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدعوة إلى إجرائها. ولكن أوضحت المصادر القضائية أن هذا الحكم لا يعني تأجيل الانتخابات، وإنما مجرد تصحيح في الإجراءات، وسيتم الطعن يوم السبت المقبل في هذا الحكم. وستجرى الانتخابات في موعدها المقرر في 23 و24 من الشهر الجاري، وغدا سيفتح باب التصويت للمصريين في الخارج. القرارات بتاعت هذه اللجنة قرارات لا يجوز الطعن عليها، وبالتالي يعني الأحكام أنا أرى أنها أحكام استعراضية أكثر منها أحكام قانونية، يعني تأخذ نصوص القانون في الاعتبار. وأنا أتمنى أن محكمة القضاء الإداري تتوقف عن مثل هذه الأحكام. وقف الانتخابات الرئاسية أو تأجيلها سيحدث مشاكل ضخمة، وأي محاولة للتأخير سيعيد مصر للوراء. والمواطن المصري مستنكرا ما يحدث من قرارات مفاجئة، حيث أعلنت بعض القوى السياسية والثورية مشاركتها في مليونية الغد للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ساعة من القاهرة، أهلا بكم. عام وعدة أشهر مرت منذ أن تنحى مبارك وبدأ المصريون بناء نظام سياسي جديد. المفترقات التي مرت في هذا الطريق بدأت باستفتاء في مارس من العام الذي تنحى فيه مبارك حول مسار إجرائي، ثم انتخابات برلمانية بمرحلتين أتت بمجلس شعب ومجلس شورى، والآن نقف على أعتاب الانتخابات الرئاسية. لكن مصر فجأة كانت على موعد مع اختبار لم يكن اختبارا لأجل الوصول إلى سلطة، بل اختبار لكفاءة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد. أزمة العباسية أو الاعتصام في ميدان العباسية وقريبا من مبنى وزارة الدفاع تحولت إلى حدث أمني وسياسي كبير، ويمكن ونحن نتحدث أن نشاهد على هذه الشاشة بعض من اللقطات التي قد تلخص ما يعجز عنه الكلام، لأنها تلخيص أمين بالكاميرا لما حدث بالفعل من الطرفين. المهم هنا أننا أصبحنا أمام اختبار لا يحكمه صندوق الانتخابات، اختبار أصبح على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد وفي المنتديات السياسية، والجميع أصبحوا فيما يشبه الاستفتاء على أداء المجلس العسكري في هذه الفترة التي بدأت بالحديث المستفيض عن الدور الوطني التاريخي للمجلس في حماية الثورة، وانتهت بالهتاف ضد المجلس في ميدان التحرير وفي ميدان العباسية. كونك اخترت منذ جهة كمتحدث باسم التيار الإسلامي العام لأداء المجلس العسكري في هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة يعني الثورة أو الثوار الحقيقيون لا يوجهون انتقادات، وإنما يشرعون دائما في مشروعهم الثوري وفي آمالهم وطموحاتهم. في الحقيقة احنا عندنا أكثر من مقدمة مهمة جدا، ونريد معا ألا نتجاوز المقدمات اليقينية الحقائق التي لا خلاف عليها، وألا ندخل فيما يسميه
النفسانيون state of denial، حالة إنكار، عندما تكون الحقيقة مرة وعندما تكون الحقيقة لها نتائجها التي سوف يتوقف عندها الكثيرين، يدخلون أو يدخل الشعور العام في حالة من الإنكار لهذه المقدمة البديهية ويتجاوزونها في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخابات. هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 23 و24 من آيار الحالي. إلى ذلك أصدر القضاء الإداري حكما من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق أخير رئيس للوزراء في عهد مبارك إلى سباق الرئاسة. المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري